صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في مقر العمل مدير تم ترقيته، والعاملون في الإدارة يريدون أن يعملوا له وليمة بمناسبة تلك الترقية، فهل يجوز لي أن أشاركهم في تلك الوليمة؟ وهل يجوز للمدير قبول تلك الوليمة؟ أخشى أن هذه رشوة، تعملون له رشوة لأجل تسامح معهم ويسامحهم في عدم الحضور أو إخلال بالعمل، فلا ينبغي فعل هذا، هذا فيه شبهة. نعم.